أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة استمرار تدفق الدعم العسكري الإيراني لميليشيا الحوثي التي تجري مفاوضات مع المملكة العربية السعودية. قال مسؤولون أمريكيون إن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المسؤولين قولهم أن العملية جرت شمال البحر العرب، ونفذتها سفينة حربية أمريكية وفريق من قوات خفر السواحل. ولم يحدد المسؤولون عدد الصواريخ أو الأجزاء، لكنهم قالوا إنها شحنة كبيرة، وإن القارب الصغير تم جره إلى الميناء وتسليم الأشخاص الموجودين على متنه إلى قوات خفر السواحل اليمني. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن فهم استمرار الدعم الإيراني للحوثيين في الوقت الذي يخوض الحوثيون مفاوضات مع السعودية؟ وأي كفة سيرجحها الحوثيون بين السعودية وإيران؟ نتابع التقرير الذي عده الزميل ماهر أبو المجد ثم نبدأ النقاش. بينما تحاول السعودية احتواء خطر ميليشيا الحوثي والوصول معها إلى مرحلة سلام بعد أن فشلت حربها الممتدة لخمس سنوات، تسلك الميليشيا طريقاً آخر مع حليفها الاستراتيجي إيران، فلا يزال دعم الأخيرة يتدفق للميليشيا عبر البحار. وآخر ما استجد في هذا المنحى قول مسؤولين أمريكيين إن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المسؤولين قولهم إن العملية جرت شمال بحر العرب، ونفذتها سفينة حربية أمريكية وفريق من قوات خفر السواحل. ولم يحدد المسؤولون عدد الصواريخ أو الأجزاء، لكنهم قالوا إنها شحنة كبيرة، وأن القارب الصغير تم حجزه في الميناء وتسليم الأشخاص الموجودين على متنه إلى قوات خفر السواحل اليمنية. استمرار تدفق السلاح بهذه الشاكلة يعني أن الحوثيين يستخدمون المفاوضات مع المملكة وسيلة لكسب الوقت وتقوية ترسانتهم العسكرية التي أصبحت تضرب في العمق السعودي. فهل تنجح الميليشيا في العمل على خطين متوازيين تكون فيهما الرابح الأكبر، وتستمر المملكة في تخبطها وتقلب وجهها ما بين أطراف الصراع في اليمن؟ لربما، فتلك عاداتها القديمة في إدارة ملفات الصراع. إذن ولمناقشة أوسع ينضم إلينا من محافظة مأرب الباحث بالشؤون الإيرانية عدنان هاشم، وأيضا المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي أيضا من مأرب. نبدأ مع الباحث بالشؤون الإيرانية عدنان هاشم. سيد عدنان، بداية، ما الذي يعنيه استمرار تدفق السلاح الإيراني للميليشيا في هذا التوقيت؟ وأقصد بالتوقيت هناك مفاوضات تجري على قدم وساق بين الحوثيين والسعوديين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهدين الكرام. باعتقادي هذه هي ربما المرة الخامسة التي تقوم فيها البحرية الأمريكية في مصادرة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. خلال الفترة الماضية بين 2015 و2016 أربع مرات على الأقل تم مصادرة أسلحة، لكنها لم تكن بهذه القوة، بمعنى كانت الأسلحة إما متوسطة أو كانت لاستهداف الدبابات والمدرعات. أما الآن البحرية الأمريكية تتحدث عن أجزاء صواريخ، وهذا تقدم كبير باعتقادي يمكن أن يزيد من العقوبات على إيران خلال الفترة القادمة. البحرية الأمريكية عندما تنشر مثل هذه الأخبار أو تخرجها للرأي العام، هي تنظر إلى إيران أكثر من إشارتها إلى جماعة الحوثيين، بمعنى بأن الأمريكان يبحثون عن زيادة العقوبات على إيران، وأيضا إلى تبرير الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. أما بالنسبة للمفاوضات مع الحوثيين والسعوديين، باعتقادي بأن الأسلحة الإيرانية لن تتوقف بالوصول إلى الحوثيين، وأيضا هي لن تتوقف بشكل كبير إلا باتفاق أوسع في المنطقة تكون السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أوروبا هي جزء كبير منه. تعتقد إيران أن الحوثيين في اليمن وأيضا ميليشيات الموجودة في العراق هي جزء من منظومة أكبر ضمن محور المقاومة للمواجهة الأمريكية
والغرب وأيضا لاستهداف المملكة العربية السعودية. خلال هذا العام تم استهداف المملكة العربية السعودية في مناطق حساسة للغرب في معملين لأرامكو وأيضا موانئ نفطية عديدة. باعتقادي بأن هذا الاستهداف هو جزء من تنسيق إيراني أوسع يمتد من العراق إلى اليمن، وأيضا هو جزء من سياسة الضغط الإيرانية على حفر هاوية من أجل الضغط على المنطقة وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. نعم، تفضل بالبقاء معي. أيضا ننتقل إلى ضيفنا من مأرب المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، كيف تنظر أنت لمسألة تدفق السلاح الإيراني للميليشيا في الوقت الراهن الذي يبدو أن هناك أيضا مفاوضات بين الحوثيين والسعودية؟ نعم أخي الكريم، مساء الخير لك ضيفك الكريم. طبعا قضية تدفق الأسلحة ليست وليدة اللحظة، وليس الحدث الأخير في شمال بحر العرب هو الحدث الأخير. هناك سلسلة تهريب، عملية تهريب عبر البحر الأحمر على امتداد البحر الأحمر، وخاصة على سيد عبد الحفيظ، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عبد الحفيظ الحطامي، سنعاود الاتصال به. نعود إلى ضيفنا من مأرب أيضا الباحث بالشؤون الإيرانية عدنان هاشم. سيد عدنان، من الواضح أن ميليشيات الحوثي تشتغل أو تعمل على خطين متوازيين مع السعودية والإيرانيين، برأيك هل هذا الطرح وارد؟ بالتأكيد، خلال الفترة الماضية في 2016 كان الحوثيون داخل المملكة العربية السعودية من أجل المفاوضات، وصلت إلى هدنة فترة قصيرة استمرت على الحدود، وفي نفس الوقت كانت الأسلحة الإيرانية تتوارد عبر غرب البلاد وأيضا عبر جنوبها. باعتقادي بأن إيران لم تتوقف خلال تلك الفترة، وهي لم تتوقف أيضا خلال المفاوضات السعودية مع الحوثيين. باعتقادي بأن السلطنة عمان هي تعي جيدا ما تقوم به في جهود الوساطة بين الحوثيين والسعوديين، لذلك ذهبت إلى إيران من أجل استخدام النفوذ الإيراني على الحوثيين من أجل القبول بهدنة طويلة الأمد. المفتاح الحوثيين هو موجود في إيران بشكل أساسي، وإن كنا نعتقد بأن الحوثيين يملكون جزء من قرارهم الداخلي، إلا أن خلال فترة الحرب زادت علاقة الحوثيين بإيران إلى مستويات كبيرة، ما يؤكد أيضا في نفس الوقت من جهود الحل. هو أيضا هي رسالة أيضا للسعودية بأن إخراج الحوثيين من إيران أو إعلان الحوثيين خروجهم من إيران من أجل الوصول إلى اتفاق معهم لا يمكن قياسه، أو لا توجد أي أداة يمكن من خلالها النظر. نعم سيد عدنان، لا يمكن قياسه. نعم، سأعود معك حول نجاح مدى الجهود السعودية في تخليص الحوثيين من إيران على حد وصفها، وأنت أشرت إلى أنه لا يمكن قياسه. نعود إلى ضيفنا عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، كنت قد سألتك وانقطع الاتصال، كيف تنظر لمسألة تدفق السلاح الإيراني للميليشيا في هذا الوقت؟ طبعا هناك علاقة استراتيجية بين المشروع الإيراني يعربد في المنطقة، وبالتالي في اعتقادي بأن العمليات وسلسلة عمليات تهريب الأسلحة التي تتأكد من خلال إطلاق الصواريخ البالستية وإطلاق الطائرات المسيرة إلى مناطق بعيدة وإلى المناطق الاستراتيجية داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى المواقع أيضا الاستراتيجية في مناطق تواجد القوات الشرعية، وهذا يؤكد بأن هناك توأمة وعلاقة وطيدة بين المشروع الإيراني وأجندته هنا في اليمن متمثلا بالحوثيين. وبالتالي في اعتقادي بأن أي حوار مع الحوثيين بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية فقط هو للاستهلاك. سيد عبد الحفيظ، يبدو أننا لدينا مشكلة في الاتصال بالسيد عبد الحفيظ، سنعاود الاتصال به. نعود إلى ضيفنا من مأرب عدنان هاشم الباحث بالشؤون الإيرانية. سيد عدنان، كنت قد تحدثت عن هناك جهود للسعوديين لإنجاح تخلص الحوثيين من الهيمنة والنفوذ الإيراني، هل برأيك ستنجح هذه الجهود وأنت الذي وصفتها أنه لا يمكن قياس هذه التحركات وهذه الجهود؟
هو بالتأكيد لا يمكن قياسه، لأنه لا يوجد أي فعل عرض لإيران من خلالها. المبادرة الأمريكية التي سرتها شهد الكبسة القوية تشير إلى هذه النقطة، بأن إيران تتوقف عن تصريحات الدعم للحوثيين، وأن الحوثيين يتوقفون علاقتهم مع إيران، وأن إذا حدث نوع من أي من العلاقة أو الحصول على دعم لوجستي وعسكري، بأنه سيفرض عقوبات دولية على قيادة الحوثيين. اندعشك هذه بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال قياس ذلك. حتى الآن المجتمع الدولي لديه شك كبير في أن إيران تدعم الحوثيين، فكيف يمكن إيجاد أداة قياس لخروج الحوثيين عن إيران وخروجهم عن حر المقاومة خلال فترة؟ لكن سيد عدنان، لو أشرنا على مستوى القياس، لو أشرنا للتحركات السعودية في مسألة إعلان فتح مطار صنعاء، وأيضا الإفراج عن 200 من الأسرى الحوثيين، وأيضا بالمقابل الحوثيين كانوا مبادرين في إيقاف تحركات طيران المسير، وأيضا حتى وقف التصعيد في الجبهات مع السعودية، ألا يمكن القياس على هذه التطورات؟ من الصعب، لأن هذه هي جبهات قتال داخلية لا علاقة لها بالمستوى الدولي، بمعنى لا علاقة لها مستوى علاقة إيران بالحوثيين. هي عبارة عن جهود لإيقاف الحرب أو لبناء ثقة من أجل هدنة طويلة الأمد بين السعوديين والحوثيين. وأعتقد بأن السعودية لا تتجه بشكل أكبر لحل حالة الأزمة اليمنية بقدر ما تحاول أن تخرج نفسها من تداعياتها التي أصبحت ضدها بشكل كبير، وأصبحت تؤثر بشكل كبير في اقتصادها وفي نظرة المجتمع السعودي، وأيضا نظرة المجتمع السعودي المجتمع الدولي لدور المملكة العربية السعودية بشكل عام. باعتقادي أن خلال الفترة القادمة سيتضح بشكل كبير ما تريد السعودية أن تحدثه، واعتقادي بأنها تريد الخروج من الحرب بأي طريقة والخروج بما الواجب، معنى أنها ستخبر الحوثيين بضرورة أن يكون هناك إعلان منهم بخروج عن إيران وأنهم لن يتعاملوا. إيران ستتوقف فترة بسيطة عن تصريحاتها الداعمة للحوثيين، لكن في نفس الوقت وانتصار للحوثيين وانتصار أيضا لإيران في الجزيرة العربية. نعم سيد عدنان، تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا أيضا من إسطنبول رئيس مركز أبعاد للدراسات الباحث السياسي عبد السلام محمد. سيد عبد السلام مرحبا بك معنا. يرى البعض أن أجزاء من المفاوضات بين السعودية والحوثيين هي عبارة عن محاولة لفك ارتباطهم بإيران، كيف يمكن فهم ذلك في ضوء يعني استمرار تدفق السلاح الإيراني للحوثيين؟ شكرا لك ولمشاهدي الكرام هذه القناة وضيفك الكريم. بالنسبة لما يتعلق بالموضوع السلاح، الحركة الحوثية معروف ولائها لإيران، وبالتالي موضوع فك الارتباط هذا أمر يعني خيالي بالنسبة لكل السياسيين والحالمين به، ومن الصعب جدا فك الارتباط، لأن الحركة الحوثية هي أصلا نوعها هي بناءها تم بناء من خلال إشراف الحرس الثوري الإيراني. لكن هناك جهود لماذا هو يعتبر يعني خيار خيالي أو مستحيل فك ارتباط الحوثيين بالإيراني؟ عندما نتحدث عن الحركة الحوثية نحن نتحدث عن الحرس الثوري الإيراني، لكن هناك آمال وطموحات لدى دول الخليج في فك التحالفات هذه الحركة عن المجتمع، بمعنى أن هناك كان الانقلاب يتشكل من أكثر من فئة، كان يتشكل من المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقود على عبد الله صالح إلى جانب الحرس الجمهوري، وأيضا من تنظيم الإمامة الهاشمية التي سيطرت على الحكم سابقا قبل ثورة 62، ومن الحركة الحوثية. والآن تم تصفية الأول وهو صالح ونظامه، وفي الطريق الآن من خلال هذه الدعوة للاتفاق أو التفاوض هو عمليا هو تفكيك بقية الكتل عن الحركة الحوثية. أما الحركة الحوثية لن تنتهي إلا بقرار عسكري، أما بالقرار السياسي أعتقد هي هدنة. الآن الحركة الحوثية تحتاج هدنة كبيرة طويلة، كون وضعها العسكري في استنزاف، وأيضا وضع أيضا إيران في المنطقة وضع خطير جدا، خاصة ما يتعلق بلبنان والعراق، وهي تخاف من أي تحرك شعبي في اليمن،
وأنا أعتقد أن الحركة الحوثية ستلعب هذا الموقف وتلعب على هدنة قد تكون طويلة، لكن هي ستعيد أنفاسها، وهي الآن تعيد بناء أصلا في هذا الظرف وفي أثناء المفاوضات هي تعيد بناء تنظيمها الميداني العسكري لتحل محل الفراغ الذي أحدثه تصفية المؤتمر وتصفية عدد صالح، وأيضا محل الفراغ الذي سيحدث عندما يتم إزاحة الإمامة الهاشمية التي هي شريكة لها داخل الانقلاب. نعم، لكن بالنسبة للجهود والتي تبذلها السعودية للتقارب مع الحوثيين من خلال التنازلات التي ذكرناها، فتح مطار صنعاء لفراج عن أسرى، وأيضا هناك تقارب وتهدئة في الحدود السعودية الحوثية، هل يمكن أن تنجح هذه الجهود السعودية في احتواء الحوثيين، وأين وما هو مصير هذه التحركات وما هو تفسيرها بالنسبة للسعوديين؟ بالنسبة للسعودية تواجه ضغط دولي كبير جدا على بدء التفاوض مع الحوثي، وهذه هي بداية حسن نوايا، لكن هي تدرك أيضا السعودية هي تدرك أن الحركة الحوثية ستستغل هذه الهدن أيضا للاستعداد لمرحلة حرب جديدة. ربما أرادت السعودية أن ترسل رسالة أيضا للمجتمع الدولي بأن نيتها هو إنهاء الحرب في اليمن، ولكن هناك خصم قد لا يرغب في ذلك، والحوثي أصبح في محل اختبار الآن بعد كل ما تقدم السعودية له من خلال إبداع حسن النوايا. وأنا أعتقد أن الفترة القادمة هي كفيلة بكشف أن الحركة لن تذهب إلى السلام أكثر مما تذهب إلى الاستعداد للحرب، ولا يستبعد أن يحصل نوع من التفكيك لها، لكن كتلتها صلبة، الحرس الثوري ستزداد سيطرته على المناطق التي يحكمها بدون شركاء، وربما في الفترة القادمة سنرى إيران تحكم شمال الشمال وجنوب الذي هي جنوب السعودية بدون أي شريك مجتمعي. نعم، عبد السلام محمد تفضل بالبقاء معي. نعود إلى ضيفنا عدنان هاشم الباحث بالشؤون الإيرانية. سيد عدنان، ما الذي يجعل إيران تتحدى المجتمع الدولي في مسألة توريد السلاح للميليشيا برأيك؟ بإعتقادي أن تخسره إيران في استمرار دفعها السلاح للحوثيين، والذي يمكن أن تخسره في حال إذا توقفت. بإعتقادي إيران ليس لها ما تخسره بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وأنها بهذه الطريقة بدعم الحوثيين بالسلاح هي تكسب أكثر استهداف المملكة العربية السعودية، إثبات المجتمع الدولي بأنها مسيطرة على المنطقة وعلى الأمن الإقليمي، وأيضا على ممرات التجارة العالمية بالتأثير على مضيق باب المندب، وأيضا بالتأثير المناطق الرئيسية للنفط في المملكة العربية السعودية، وهو أيضا هو تهديد أكبر يمتد لشبه الجزيرة العربية، لأن القنوات شبه الجزيرة العربية. إيران تعي جيدا بأنها بهذه الطريقة هي تملك ورقة ضغط كبيرة ورقة تأثير أكبر. السعوديون الآن يدرسون أكثر مبادرة إيرانية، مبادرة للسلام مع إيران باكستانية وأيضا كويتية وعمانية، بإعتقادي بأن إيران هي تضغط بهذه الطريقة على السعودية من أجل القبول بأي مبادرة للحوار، وأيضا من أجل القبول بمبادرة هرمز التي أعلنها الرئيس حسن روحاني. خلال الفترة القادمة بإعتقادي بأن هذا الضغط سيستمر، وأن الحوثيون سيلجأون إلى الدعوة لوقف الحرب أو اشتراطات لمسألة وقف الحرب ورفع الحظر على مطار صنعاء، وايضا بقيه الموانئ الخاضعه في اداره الجماعه ما يجري الوصول الى مشاورات. هي تعي جيدا بان المملكه العربيه السعوديه في موقف اضعف حاليا، وان الحكومه الشرعيه في موقف اشد ضعفا مع وجود كيانات موازيه موجوده في الجنوب، وايضا ميليشيات مسلحه موجوده في تعز تضرب في الحكومه الشرعيه. هي تعي جيدا جماعه الحوثي، وايضا تعي ايران بأن المملكة العربية السعودية لن تقوى بشكل أكبر نتيجة أوضاع مثل الضغوط الدولية المستمرة منذ أزمة قتل جمال خاشقجي. بإعتقادي السعودية وأيضا الحكومة الشرعية تحتاج إلى موقف أقوى وتحتاج أكبر إذا كانت ستذهب إلى مشاورات مع الحوثيين، وهذا هو أيضا ما تخشاه إيران ويستدعي قلقها. لكن مع وجود هذا الضغط الدولي الكبير الداعم لأي مفاوضات السلام على السعوديين وايضا الحوثيين انفسهم في مسقط، باعتقادي بان لا يمكن الذهاب الى معركه سريعه حاسمه او انتصار جزئي سريع يستدعي الحكومه الشرعيه لتكون في موقف اقوى من الحوثيين.
يعني هل يمكن أن تتنبأ بكيف سينتهي الحوار الجاري بين السعودية والحوثيين بعد هذه التطورات؟ باعتقادي بأنه سيذهب إلى هدنة طويلة، وسيذهب الحوثيين إلى مشاورات مع الحكومة اليمنية، وسيكون للحوثيين يد أكبر وأيضا سلطة أكبر في صناعة القرار أو الخروج بحل سياسي في البلد. لكن هذه المسألة هي مسألة تأجيل مسألة الحرب، وأيضا سيحتاج أكبر دولي وأقليمي بشأن الاتفاق النووي الإيراني. نعم، شكرا جزيلا لك عدنان هاشم الباحث بالشؤون الإيرانية، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا من إسطنبول رئيس مركز أبعاد للدراسات الباحث السياسي عبد السلام محمد. سيد عبد السلام، إذن ما هي الحصيلة التي يمكن أن تخرج بها الميليشيا من العمل مع الإيرانيين والسعوديين في آن واحد؟ الحركة الحوثية يعني لديها تيار سياسي يلعب لعبة التوازنات، ومعروف عن الإيرانيين أيضا أنهم دائما يخلقوا تيارات موازية لتياراتهم المسلحة كتيارات سياسية تلعب بالمفاوضات، وهم يجيدون هذا اللعب، لعبهم على الولايات المتحدة الأمريكية وكسبوا الرهان، ولعبهم على الاتحاد الأوروبي، ولعبوا أيضا حتى على مستويات وكسبوا العراق ولبنان في حرب دخلت فيها الولايات المتحدة وخرجت خاسرة. أنا باعتقادي أن إيران لن تسمح إطلاقا لبدء أي مفاوضات في اليمن مع السعودية إلا بعد الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الحصار عنها وإعادة وإنهاء سياسة تصفير صادرة النفط، أي بمعنى إعطاء فرصة لإيران أن تعيد صادراتها، ومن ثم تتيح فرصة للحوثيين أن يتم أن يتلاعبوا بموضوع التفاوض. وسيدخلون فعلا يعني كما قال زميلي عدنان هاشم أنهم سيدخلون في قد يكون في بعد ذلك في مفاوضات ربما طويلة الأمد، لكن مع ذلك يستعيد الحوثي أنفاسه ويعيد تنظيم نفسه، وبالتالي يصبح هناك شرعنة لتواجده في سلطة الشمال أو السيطرة عليها، وإن كان في الظاهر أنه شريك في الحكم، ولكنه سيبني نظاما موازيا مثل ما بنى حزب الله نظامه الموازي العسكري داخل الدولة اللبنانية، وبالتالي شمال الشمال سيكون تحت سيطرة الحوثي، بمعنى أن الحدود الجنوبية ستكون للسعودية تحت رحمة الحوثي، وبالتالي تبدأ سياسة إيران استعادة بعد استعادة أنفاسها لدورة أخرى وجولة أخرى في إيذاء السعودية ودول الخليج النفطية. نعم، عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد الدراسات والباحث السياسي كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لضيوفنا من مأرب الباحث بالشؤون الإيرانية عدنان هاشم، وأيضا المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي الذي فقدنا الاتصال به. وشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ومني التحية، ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، ومن الفريق الفني، وإلى اللقاء.